مساءكم سعيد ومرحبا بكم معنا بالمركب الرياضي محمد الخامس اللي غيحتضن بعد لحظات مقابلة الذهاب برسم نهاية بطولة إفريقيا للأندية البطلة. المباراة هذه تجمع بين الرجاء البيضاوي ممثل المغرب ومونيت وهران ممثل الجزائر. جوج ديال الأندية من أبرز الأندية على الصعيد الإفريقي يتباريان من أجل تتويج الفائز ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لهذا الموسم بعد ما تمكنوا من اجتياز مجموعة من الأندية والوصول إلى المباراة النهائية. السيد وزير الدولة مولاي أحمد العلوي ووزير الشباب والرياضة السيد عبد اللطيف السملالي ووالي صاحب الجلالة وولاية الدار البيضاء الكبرى وعدة شخصيات أخرى الآن تقوم بالسلام على الفريقين المتباريين. كان دور فريق بويت وهران والآن جاء دور فريق الرجاء البيضاوي الآن تأخذ معهم صور تذكارية. لاحظوا الصحافة اللي حضرت بكثرة لتغطية هذه المباراة النهائية في لقائها الأول وهو لقاء الذهاب. جمهور غفير حج منذ الساعات الأولى إلى المركب الرياضي محمد الخامس لتتبع هذا اللقاء. بالرغم الأمطار اللي نزلت صباح اليوم بمدينة الدار البيضاء فالجمهور حج بكثرة. يمكننا نقدروا الجمهور اللي حج إلى المركب الرياضي محمد الخامس بحوالي 45 ألف متفرج. ومن بين الجمهور اللي حج بجانب بطبيعة الحال محبي فريق الرجاء البيضاوي هناك أيضا محبي فريق مويت وهران اللي جاوا في حافلات خاصة وعندهم جناح خاص خصص لهم هنا بالمركب الرياضي لتتبع هذه المقابلة في ظروف جيدة. فريقان الآن في حركة سخينية قبل انطلاق هذه المقابلة. تشاهدوا الآن هو فريق مويت وهران اللي دخل بالتشكيلة التالية. هناك بركان فوسي تحمل رقم 2 رقم 3 لبه رقم 4 والناس رقم 5 بنحليمة رقم 6 الشريف الوزاني رقم 7 مشري رقم 8 سباح رقم 9 بنيوسف رقم 10 بلومي ورقم 11 مزيان. هذه هي التشكيلة ديال فريق مولود وهران. بالنسبة لتشكيلة فريق الرجاء فتدخل فهي تكون على الشكل التالي. هناك أيد صالح هنا عميد فريق الرجاء وعميد فريق مويت وهران في صورة مع حكم المقابلة اللي هو من السنغال بدر صيني. قلت تشكيلة فريق الرجاء هناك أيد صلاح زراف تحمل رقم 2 رقم 3 خليد رقم 4 مديح رقم 5 حسن رقم 6 صديقي رقم 7 عبد الرحيم رقم 9 سليف رقم 8 مصطفى رقم 10 فوزي ورقم 15 سويب. في الاحتياط بالنسبة لفريق مويت وهران اللي الآن في صورة تذكارية هناك عارف تحمل رقم 12 رقم 13 العربي رقم 14 بورصلة رقم 15 بالهدف رقم 16 بنشف. وتلاحظوا غياب بالأتي هو قلب الدفاع وماروك اللي أحد عناصر تلعب في الهجوم ديال فريق مويت وهران. بالنسبة للاحتياط ديال فريق الرجاء البيضاوي فهناك حسن مندون بوشاري برطال توفيق ولد مو ورشيد. مدرب فريق الرجاء هو السيد رابح سعدان بينما مدرب فريق مويت وهران فهو السيد معطلة عبد القادر وعندهم مدير فني وهو عمار رواي. هادو المحبين ديال فريق مويت وهران اللي حجوا بكثرة من مدينة وهران لتتبع حد اللقاء جاوا في حافلات خاصة. إذن لحظات وتعطى انطلاقة هذه المقابلة. تلاحظوا الأرضية ديال الملعب أرضية مركب الرياضي محمد الخامس فبالرغم الأمطار اللي تنزلت في الأيام الأخيرة وبالرغم كذلك من عدد المقابلات اللي جرت بالملعب فبعد استراحة قصيرة فالآن الأرضية صالحة لا تعوق إجراء هذه المقابلة في ظروف جيدة. الانطلاقة غتكون لفريق مولودية وهران.
الحكم يستعد بكل أن كل فريق فتأهل على حساب بالنسبة لفريق ميتوران فتأهل على حساب جان دارك السنغالي وتأهل على حساب جاك أقول بالنسبة لفريق الرجاء تأهل على حساب جاك جان دارك السنغالي ثم جاك الغابوني فأنتر كلوب من الكونغو وأخيرا كونير يواندي من الكاميرون ده بالنسبة لفريق الرجاء. بالنسبة لفريق ميتوران فتأهل على حساب الأهلي الليبي باعتذار في المباراة الأولى ثم على حساب الترجي التونسي وعلى حساب مرودا السوداني واخيرا على كانا ديفيز من زامبيا. ان اعطيت الانطلاقه والانطلاقه كانت لفريق مولوديه وهران. الحارس بركان فريق ميتوهران تدخل تقريبا بالتشكيله ديالو المعروفه فباستثناء ماروك فجميع العناصر تتلعب هذه المقابله. بالنسبه لفريق الرجاء فتلاحظوا غياب فتحي جمال. الشرط ومن جديد الكره في الشرط. رقم 2 فوسي وتدخل حسن تحول الكره للزاويه، اول زاويه في اللقاء لصالح فريق مولي وهران. فات الزاوية خطيرة جدا من رقم 2 ورقم 11 ومحاولة خطيرة ولكن الحارس برع. رقم 11 مزيان هو الذي كان وراء هذه المحاولة ولكن أي صالح كان في المكان المناسب ودخل. إذن أول تهديد من طرف عناصر مويت وهران لمرمى الحارس أي صالح. بلومي تمريرة خطيرة عند مشري وحسن تدخل ولكن الحكم يشير الى ضربه خطا. ضربه خطا لصالح مويت وهران. لاعب مشري هو اللي سقط الارض تشاهدوا على الشاشه. مشري اللي تحملها رقم 7. منذ انطلاق هذه المقابلة فالكرة دائما لفريق مويت وهران. تنعرفوا الخطة التي لعب بها رابح سدان فهي نفس الخطة دائما تخلي المبادرة للفريق الخصم في بداية كل مقابلة ولكن بعد مرور تقريبا ربع ساعة تصبح من جديد المبادرة لفريق الرجاء البيضاوي. هذه الخطة اللي شاهدناها تقريبا في جميع المقابلات اللي جراها فريق الرجاء في اطار المقابلات الاقصائيه لرسم بطوله افريقيا للانديه البطله. الزاويه الثانيه سبح ولا اقداف اقداف وبدون خطوره على مرمى الحارس ايد صالح. اللي كان وراء المحاولة تلعب في قلب الدفاع ودائما نفس الخطة. أثناء تنفيذ الزوايا فتصبح تتقدموا للمدافعين التي يكون عندهم إمكانيات بالرأس. محاولة خطيرة ولكن بسهولة تدخل المدافع أيسر لفريق الرجاء خليل تكمل الكرة للحارس أيد صالح. من جديد عند الكرة عند أيد صالح. زراف اتجاه عبد الرحيم ولكن تدخل الدفاع تدخل رقم 3 اللي هو لبح. هذه عملية ممتازة من صديقي سويب حسن اتجاه عبد الرحيم والشرط
لفريق الرجاء البيضاوي. بعد دقائق باش انطلقت المقابله. زراف ولكن تمريره ضائعه. نجي عند رقم 11 مزيان. اللي كان وراء الكره هو هذه محاوله ممتازه ومعلش حكم على خطا. ده في الوقت اللي ينتظرنا ضربه خطا. الان زراف من جد ما نسجموش بيناتهم. تمشي عند خالد عند صديقي. مديح ما تمكنش من الكره. من جديد الكره عند مديح. مديح في اتجاه لاعب سليف ولكن تدخل الدفاع. بلومي مشري رقم 8 السباح. بلومي السباح. خالد عبد الرحيم. صديقي ما وصلتش لسليف. صديقي من جديد. سليف مديح ما تمكنش من الكره. ضغط لفريق الرجاء الان. ولباح الشرط غير نفوت الشرط. وزراف مصطفى مرر الدفاع تدخل والشرط من جديد. احتياط ديال فريق الرجاء البيضاوي. زراف مصطفى درنا الضغط اللي كان في بدايه المقابله لفريق مولود وهران الان انتهى. فاصبحت المبادره لفريق الرجاء البيضاوي. سليف تمريره ممتازه جدا لصويب لمرر واعتقد زاويه لان الحكام يشير الى الزاويه. بالفعل زاويه. يقذف الزاويه هو صديقي. نشوف حسن تقدم الامام تفاد الزاويه للاعب فوزي. دائما خراج ولكن ما وصلش الكره عند مصطفى. تتمشي عند زراف. تمريره من مصطفى كانت بعيده شيئا ما على الصديقي. بلومي ضاعت الكره. وانذار شفوي لحسن بعد التدخل ضد بلومي. اللي تظهر بانه مصاب بتوعك. اعتقد انه ما فقط اراد ان يخضع للحكم. بلومي عميد فريق مولود وهران. حكم ربما غيوجه انذار. لرقم 5 اللي هو بنحليمة. أول إنذار في المقابلة. بنحليمة اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الجزائري. كان ضربة خطأ عادية جدا. لاحظوا الإعادة
الأرض البطيء لهذه ضربة خطأ. إذن يستأنف اللاعب بعد مرور 9 دقائق من هذه الجولة الأولى. في أرضية رقم 11 مزيان. كاينش خطأ يقول الحكام وتدخل عزاف. هجوم مضاد. مديح صديقي سليف. تدخل رقم 4 اللي هو والناس. والكرة في الشرط بعد التمريرة ديال اللاعب لباح. الشرط لفريق الرجاء البيضاوي. زراف مصطفى. مصطفى تلعب بجانبه في الدفاع صويب. ممتاز اللاعب مصطفى. كان مصطفى وصويب في الدفاع هذه المحاولة ولكن بعيدة شيئا ما على عبد الرحيم. بن حليمة. بركان قدف. بنيوسف. حسن. خليد ممتازة جدا ولكن دخل لاعب مشري. أحد العناصر من صفوف فريق مويت وهران سقط الأرض. خالد عند سليف. عبد الرحيم في وضع تسلل ولكن التمريرة مشات ضائعة. الوقت اللي كانت التمريرة في اتجاه فوزي مشات بعيدة عليه ومشات ضائعة للشرط. حكم توقف المقابلة لأن أحد العناصر سقط الأرض. غنحاول نتعرفوا عليه. اللي سقط اعتقد انه مشري. مشري هو اللي سقط الارض. مصاب بتوعك. ما عرفتش كيفاش تصاب بتوعك. ممرض الفريق تدخل الآن باش يقدم الإسعافات. تتمكن من الوقوف اللاعب مشري. يستأنف اللاعب بعدما فسح المجال للاعب مشري باش يتلقى الإسعافات. بلومي. مزيان ولكن مصطفى عند رقم 9 وتمرر قطفة ضعيفة من طرف بنيوسف. مش كاتش خطورة على أيد صالح. سليف بعيد عليه الشرط. لاحظتوا ان فريق الرجاء ما طبقش الحراسه الفرديه على اللاعب بلومي. تعتبر اخطر عنصر في صفوف فريق بولي تهران. وهذا شيء عادي لانه بلومي تعرفوا كثير المدرب رابح سدان اللي سبق له درب بلومي بصفه خاصه في المنتخب الجزائري لكره القدم. فبلومي الان في اخر عطاءات ديالو الان. مابقاش هو بلومي اللي كنا تنعرفو قديم. فالامكانيات ديالو اصبحت متواضعه جدا. وهذا يعني انه لا داعي باش تعطاه عنصر لحراسته حراسه فرديه.
بلومي تتشاهدوا على الشاشة. تبقى هو الدعامة ديال الفريق مولي تهران. لفت شارت مديح ضاعت له كرة تمشي عند بنيوسف. تمريرة طويلة من بنيوسف. مصطفى حسن زراف عبد الرحيم. عبد الرحيم فوزي ممتاز. فوزي اتجاه عبد الرحيم ايضا ممتاز ولكن ما تمكنش من مراوغات لباح. قدفة هذه قوية من خالد او عفوا من صديقي. من صديقي تشاهدوا الان كاد ان يفاجئ الحارس بركان صديقي عميد فريق الرجاء البيضاوي. مشري وخالد. خالد جان مشري. حسن. حسن الحارس ايت صالح. كرة في الشرط بعد ما كان دخل لاعب شريف الوزاني اللي هو ايضا من اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. زراف حسن. حسن زراف تمريره ضائعه. بلومي بن يوسف هذه خطيره جدا عند بن يوسف الان. بن يوسف اتجاه مزيان وممتاز لاعب فوزي ممتاز جدا. ومصطفى هو اللي كان تدخل عند مديح. مديح عبد الرحيم مراوغه ممتازه وتتدخل الشريف الوزاني وتحول الكره للشرق. فعبد الرحيم فكان خلال هذا الاسبوع فهو كان ما تابعش التدريب ديالو كان مطروح الفراش لكن فهذه الايام الثلاثة الاخيرة بعد ما تلقى العلاجات فتشافى واليوم تدخل هذه المباراة بدون تدريب. لكن تنعرفوا الامكانيات ديال عبد الرحيم فانه التدريب في ذاك الاسبوع غير مهمة. فالتدريب اللي هي مهمة جدا تكون لمدة شهر او اكثر عندما أكد عليه المدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي السيد رابح سعدان. خالد عند حسن. خالد مديح. مديح تتحرك في جميع الاماكن اليوم. سليف ما تمكنش من الكره. اصبح هجوم لفريق مويتوران الشريف. بلومي. بلومي عند بن يوسف. بن يوسف اتجاه فوسي. فوسي عند بن حليمه. شريف الوزاني خطيرة جدا. بن يوسف. بلومي. بلومي قداف كرة أرضية والحارس والعارضة وتترجع لعند الحارس أيد صالح. أول تهديد حقيقي لمرمى الحارس أيد صالح جاء بعد القدفة القوية خاصة أن الأرض مبللة. قدفة قوية أرضية تمكن منها الحارس ولكن تتنزلق له من يدو تتمشي تتلطم بالعمود الأيسر للمرمى ديالو تترجع الكرة عند أيد صالح التي تمكن أخيرا من الكرة. صويب مصطفى. الشرط لفريق مولي تهران.
19 دقيقة تمر من الجولة الأولى. يعني من التعادل 0 لمثله بين الفريقين. محبي فريق مول تهران تحيي الشعارات ديال الفريق ديالهم. الشرط لفريق الرجاء زراف عند ضائع مصطفى كانت التمريره ديالو ضائعه. مصطفى تلعب في وسط الميدان ديال فريق الرجاء البيضاوي بجانب صديقي وفوزي ومديح. بينما تلقاو في خط الهجوم كل من سليف وعبد الرحيم حسن فوزي الشرط لفريق الرجاء خالد هذا مديح حطوا مديح رجع الان للوراء مديح صويب مديح خالد ضاعت له الكره خالد هجوم طرف مشري بنيوسف بلومي كره كلها تدوز على بلومي هذا الشريف الوزاني تمريره من اللاعب لباح ولكن اللاعب مشري في وضع تسلل. مشري تشاهدوا الان على الشاشه خالد اتجاه عبد الرحيم ولكن تتمكن من الكره بنحلمه لتلقى اول انذار في اللقاء والكره اخيرا عند بركان الاسم ديال الحارس كامل هو بركان كراشان بارودي بلومي وايد صالح ببراعة تمريرة ممتازة ديال بلومي وتدخل ممتاز ايضا ديال الحارس ايد صالح عبد الرحيم الان عبد الرحيم مديح وخطأ يشير الحكم ديال الشرط لانه ايد صالح كان سقط الارض بالفعل الحكم تيتدخل لكون ايد صالح سقط الارض لذلك فالحكم الشرط كان رفع العلم ديالو اعتقدت ان هناك خطا ولكن كان يشير الى ان هناك شيئا ما بالملعب واللي كان واقع هو ان الحارس ايد صالح سقط الارض بطبيعه الحال خص يعطيو الامتياز للحارس ايد صالح هذا جاء على اثر التدخل اللي كان وراء التمريره ديال بلومي ربما كان وقع الاصطدام مع احد عناصر من صفوف فريق موريت وهران الطبيب الفريق الإصابة لا تدعو إلى قلق ويستأنف اللاعب الكرة عند لا الحكم يطلب إعادة تنفيذ الخطأ على ما أعتقد الكرة تمشي عند فريق الرجاء مديح
صويب عند حسن، حسن عند زراف، زراف حسن، حسن مديح، مديح ممتازة جدا عند صديقي، ولكن تدخل رقم ثلاثة اللي هو لبح تكمل الكرة للحارس بركان. عشان دقة مرات من الجولة الأولى، التعادل السلبي صفر لمثلي في هذا اللقاء. صديقي، صديقي في اتجاه عبد الرحيم، تدخل هناك حراسة مضروبة على عبد الرحيم اللي كان تدخل، هو بن حليمة، خالد سليف، كانت لمسة يد تلفت الخطأ تمشي عند خالد، خالد خرج، ولكن ما كان حتى شي لاعب من صفوف فريق الرجاء في المعترك ديال فريق مويو تهران يمكن له يشكل خطورة على مرمى الحارس بركان. خالد المدافع الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي. بلومي، زراف، حسن، خطيرة جدا عند مزيان، لكن الحكم كان عليه لا خطأ. خطأ هذا المدرب السيد رابح سعدان، خطأ ضد حسن. ضربت خطأ غير مباشرة. هناك السباح وقف وراء الكرة، وكذلك بلومي وبن يوسف، أيضا بن حليمة. ده في خطأ بن يوسف، بلومي، ممتازة جدا من اللاعب فوزي حسن، الحارس أيد صالح. حسن، حسن عند مصطفى، مصطفى الحسن، خالد، حسن، تمشي عند مزيان، مزيان عند بن يوسف، هذا السباح عند فوسي، فوسي في اتجاه مزيان، يصبح هجوم مضاد في اتجاه سليف، ولكن تدخل احد المدافعين، تمشي عند فوسي الان، فوسي والسباح، فوسي من جديد ليصبح كجناح ايمن، وتدخل خالد تحول الكره الزاويه، الزاويه الثالثه لفريق مولي طهران. لا الشرطه ده ماشي زاوية، إذن كانت قريبة من الزاوية. عبد الرحيم، ما تمكنش عبد الرحيم تسليم الكرة للمديح. زراف، تتسرع شيء ما اللاعب زراف، كانت تكون طريقة شيء ما، كانت تكون العملية أحسن. كان شروط، شروط ديال عبد الرحيم، شروط ديال عبد الرحيم. شريف الوزني ولا قدر في الخطا. زراف، فوزي، مش عند شريف الوزني، خطيره جدا هذه المحاوله عند اللاعب مشري، ولكن تدخلوا عناصر فريق الرجاء، تمشي عند ماديه،
ماديح والشرط لفريق الرجاء البيضاوي. عبد الرحيم، عبد الرحيم مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، عبد الرحيم عند سليف، سليف خرج كرة ممتازة ولكن تضايق اللاعب اي فوزي. هذه محاولة كانت ممتازة جدا ولكن فوزي يضايق، القذفة ديالو ضائعة. العناصر مصطفى فريق ميتوران، واعتقد انه فوسي، فوسي بالفعل، لكن حكم ما عطاش فرصة باش تلقى الاسعافات ويستأنف اللاعب. رابح سعدان مدرب فريق الرجاء البيضاوي خليد. ما تمكنش من كرة سالفة، تدخل فوسي، مصطفى، سويب، مصطفى، عبد الرحيم، زراف، حسن، حسن تمنى ديالو تمشي عند مزيان، وزراف عند الحارس ايد صالح. مديح، عبد الرحيم، عبد الرحيم، سليف، ولكن تمكنش من الكره سليف، تصبح هجوم. بلومي الان، بلومي الان تتمكن من الكره اللاعب فوزي، فوزي واخيرا الحارس تدخل، ما تتمكن من الكره اللي يبغى يكمل له الشريف الوزاني. شريف الوزاني يوسف، بلومي، شريف الوزاني، فوزي، سليف، خلال الحكم امتياز. عبد الرحيم، عبد الرحيم، ولكن تدخل، اعتقد اللي كان تدخل هو اللاعب بنحليمة. الكرة الان عند زراف، زراف دائما عنده الكرة. صديقي، والشرط لفريق الرجاء. اللي غينفذ الشرط هو الزراف. صديقي، كان خطا على ما اعتقد. والزاوية، حكم يعطي الزاوية. كان خطا قبل. لأن الحكم أعطاه خطا. لما كان خطا قبل، إذا الحكم أعطاه خطا ما أعطاش الزاوية. ليقذف هذا الخطا هو اللاعب مصطفى. قذف خطا في اتجاه سليف، حسن، واخيرا بركان تدخل. وكتصبح كرة عند فريق ميتوران. حسن، سليف، صديقي، صديقي خالد، خالد تمريرة طويلة ولكن فقط جوج العناصر. كان سليف، سليف حط كرة ممتازة المديح. أول فرصة حقيقية لفريق الرجاء البيضاوي. مديح ما كانش محظوظ في هذه العملية.
لاحظوا إعادة سالم، حط كرة ممتازة لمديح اللي كان طرف في الجهة اليمنى، ولكن كانت مضايقة ثم كان في وضع صعيب عليه، خاصة أن الحارس كان عمر إلا بغينا عمر لول المكان اللي يمكن يقذف فيه، فكان صعب على مديح باش يستغل هذه المناسبة وتمشي ضائعة. إذا تبقى النتيجة هي التعادل 0 لمثله بعد مرور 34 دقيقة من الجولة الأولى. بلومي الشرط جانب من الجمهور تحضر هذا اللقاء الهام اللي هو نهاية بطولة إفريقيا للأندية البطلة. حسن الحارس أيت صالح، سرعة عند خليل، خالد أمام صديقي، صديقي عند فوزي، فوزي صديقي تمشي عند خالد، خالد بغى يكر مر كرة أرضية ولكن تدخل بلومي. حسن خطيرة جدا عند رقم 8 ولكن هناك صويب اللي كمل الكرة الحارس أيد صالح. لاعب صويب تلعب في الدفاع بجانب حسن. فوزي كانش خطأ يشير الحكام، شريف عند بلومي، بلومي و حكم تدخلت يعني على خطأ. دون المقابلة دون في حد الجو رياضي، نفذ خطأ بلومي عند فوسي، فوسي دخل المعترك والحارس أيد صالح. خطيرة هذه المحاولة، عبد الرحيم صديقي مصطفى سليف عبد الرحيم، تمكن من الكرة اللاعب زراف، زراف خرج كرة ممتازة ولكن تدخل اللاعب بنحلمة. وخطأ ضد خالد، ثلاثين دقة تتمر من الجولة الأولى، زلنا نعيش على نتيجة التعادل 0 لمثله. خالد حسن حسن صديقي، صديقي مديح و والناس الحارس بركان. فوسي عند الشريف الوزاني، الشريف الوزاني عند لباح، لباح بلومي، بلومي مزيان، مزيان عند بنيوسف، الشريف الوزاني، فوسي، فوسي عند مشري، بن يوسف، فوسي، فوسي المدافع الأيمن وخطأ.
عرفت شكون اللي مصاب بتوعك في فريق الرجاء. لانه مادام احد العناصر في الاحتياط هذه خطيره جدا تقطفت ولكن الحائط. الحكم كان باقي ما عطاش الاشاره ديال تنفيذ الخطا. هدف من جديد الخطا ولكن بسهوله تدخل ايد صالح الدفاع ديال بنيوسف. مصطفى تبع افتجاع عبد الرحيم. شريف وزني هذا بن يوسف تدخل فوزي عند ماديح. ماديح في اتجاه سالف. سالف في اتجاه عبد الرحيم ماشي بوضع تسلل. يا سلام يا سلام على محاولة ولكن ما كانش محدود عبد الرحيم لأنه بواحد الطريقة ذكية تسلم كرة من عند سليف عبد الرحيم اللي تصاب على إثر هذه المحاولة بتوعك. لاحظوا الإعادة. كانت تكون إصابة جميلة في النهاية ربما اصطدم بالحارس بركان. زراف دخل شريف وزاني تمشي عند بن يوسف. بن يوسف عند بلومي. بن يوسف مشات عند فوزي. فوزي عند اتجاه سليف ولكن بعيدة عليه غيتمكن من الكرة فوسي. بالفعل فوسي ولا تمكن من الكرة ولكن تدخل سليف تيكمل الكرة للشرط. الشرط لفريق مولي طهران. بلومي عبد الرحيم رجع الان الملعب. الشرط غينفذ بلومي. بن يوسف لبح خطيره جدا لانه احد المدافع الايمن في وضع ممتاز جدا. بلومي وبطريقه ذكيه تمشي كره عند فريق الرجاء عند فوزي. فوزي الحارس ايد صالح. ديال دقيقة على نهاية الجولة الأولى. بن يوسف غادي عبد الرحيم ما كانش محدود. هذه المرة الثانية عبد الرحيم ما تمكنش من التخلص من الخصم ديالو. غينفذ الشرط هو زراف. زراف اتجاه عبد الرحيم. مادح بغيت تمكن من الكرة مشي عند بلومي. بلومي مشات عند مزيان. مزيان تمشي عند رقم اثنين اللي هو فوسي. فوسي تيقذف بدون اتجاه تمشي عند حسن. حسن عند خالد. خالد مرار عند عبد الرحيم. عبد الرحيم ولكن تدخل اللاعب بنحليمة. تدخل بنحليمة وتكمل الكرة للشرط. بنحليمة اللي تحمل رقم 5 اللي تلقى أول إنذار في اللقاء. فوزي خالد ومن جديد الكرة في الشرط. ضربة مرمى دقيقة لنهاية الوقت
القانوني من الجولة الأولى. هدف بركان تتمشي عند فوزي، فوزي صديقي، مديح، بلومي، بلومي، هذا اللاعب مشري، خالد، وخطأ يشير الحكم، تفرد بسرعة تتمشي عند صويب، حسن، زراف، زراف اتجاه سالف وفي دخل المدافع الأيسر مشي عند مزيان، بلومي، مزيان، مديح، نكش من الكرة عبد الرحيم، فوسي، السباح، السباح اتجاه مشري ولكن قذف بعيد على مرمى الحارس أيد صالح. مشري هو تشاهده الآن على الشاشة من رقم 7 تلعب كجناح أيمن ولكن تغير المكان دياله بين فينا والأخرى. حسن، خليد، عبد الرحيم، سليف، سليف ولكن تدخل اللاعب بن حليمة الكرة في الشرط. خارج الملعب إذا الآن مشان خالد، خالد ضاعت أعتقد المديح باللومي، سباح، وفي هذه الأثناء يعلن الحكم على الجولة الأولى بالنتيجة اللي هي التعادل السلبي صفر لمثله بين فريق الرجاء البيضاوي ومويت وهران برسم نهاية بطولة إفريقيا الأندية البطلة. إذن ما بقي الآن إلا أن أودعكم وإلى اللقاء بكم بعد لحظات عند بداية الجولة الثانية من هذه المقابلة. في إطار عملية التعلم عن بعد والتي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تبث قناة الرياضية HD سلسلة من الدروس والمحاضرات المصورة التي تهم مختلف مستويات التعليم العالي الجامعي كل يوم من الساعة 3 بعد الزوال إلى الساعة 9 مساء مع إعادة للبث في اليوم الموالي على الساعة 9 صباحا. ويمكنكم متابعة سلسلة الدروس المصورة من خلال التردد التالي أو على تطبيق البث المباشر SNRT Live مع إمكانية استرجاع 6 ساعات من البث تايم شيفتينج أو من خلال الولوج إلى موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة www.snrt.ma. تعرفون النتيجة اللي انتهت بها الجولة الأولى كانت التعادل صفر لمثله. وقع تغيير في صفوف فريق الرجاء البيضاوي فخرج عبد الرحيم ودخل مكانه ولد مو. إذن أول تغيير الآن في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. الحكم يستعد لإعطاء انطلاقة الجولة الثانية. عبد الرحيم ربما كما كانش مستعد باش يتابع اللقاء خاصة بعد أسبوع من المرض من الفراش. إذن أعطيت الانطلاقة الآن زراف، زراف محاولة ممتازة ولد مو ولكن تدخل أحد
عناصر الدفاع فريق مريت وهران تحول الكره للزاويه، اول زاويه لفريق الرجاء البيضاوي. هذه الجوله الثانيه جت في الثواني الاولى من انطلاق المقابله. تفاد الزاويه ولكن تدخل بنحليمه. دائما الكره عند فريق الرجاء قد فقويه وضربه مرمى. خالد تشاهدوا على الشاشه كان وراء القذفه القويه المركزه ولكن تمشي شيء ما محاديه العمود الافقي لمرمى الحارس بركان. سباح مشري مشري وخالد خالد ولد دخلت ترجع عند فريق مويت وهران بالضبط عند اللاعب سباح. أن الأرضية ديال الملعب الآن هي مساعدة لفريق موري وهران أكثر من فريق الرجاء البيضاوي، ذلك لأن عناصر فريق موري وهران كلها عندها لياقة بدنية عالية أو عندهم هياكل كبيرة تسمح لهم باش يجريوا مقابلة في هذه الأرضية الثقيلة. بالعكس كنت الأرضية خفيفة كان يكون أحسن لفريق الرجاء البيضاوي. ولد مو فوزي مديح خرج كره ممتازه عند ولد مو عند سالف. سالف خلى كره لاحد الاصدقاء ديالو بالضبط اعتقد فوزي. دائما كره عند فريق الرجاء البيضاوي. خالد خالد داز على الخصم ديالو خالد وخطا خطا بالفعل خطا كان واضح اللي ارتكب الخطا هو شريف الوزاني. صديقي ولا غينفذ الخطا هناك خالد وصديقي. ضيف خالد دخل الدفاع خالد من جديد صديقي واخيرا هناك اعتقد الشرط خالد سقط الارض ربما تصاب بتوعك على اثر التدخل ديال بلومي. خالد تشاهدوا الان تشاهدوا الاعاده الان هذه المحاوله. لم يستأنف اللاعب ولد فوزي والزاويه الثانيه هذه الجوله الثانيه. صديقي ولا يقذف الزاوية تفاد الزاوية والحارس بركان. 4 دقائق باش انطلقت الجولة الثانية. خالد مشي عند السباح بلومي مصطفى تبريرة كانت اتجاه سالف من جديد عند سالف. سالف عند صديقي سالف سالف عند صديقي والشرط الشرط لفريق الرجاء البيضاوي. خالد صديقي والزاوية الثالثة في الجولة الثانية. صديقي تظهر الماء من المرغزة والحكم اتجه صديقي. أعتقد من سقط الأرض اللي هو فوسي.
كان بنشوف توجه انذار شفوي او انذار الاستعجالي اذا اكتفى بانذار شفوي لفوسي. مرة أخرى يجب عدم التظاهر بأن هناك خطأ ارتكب ضدك. هذه محاولة والحكم يعلن عن إصابة لأنه في الشباك. 1-0 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. نشاهد الإعادة من جديد. بلومي يتجه الحكم يحتج. خطفت الزاوية حزلها بالرأس أعتقد خالد. إذن دخلت الشباك دخل الشباك واضحة في الصورة ثم أرجحها من قلب الشبكة. إذن 1-0 إصابة هديجة في الدقة 6 من الجولة الثانية. إذن 1-0 عناصر فريق مويتو هران تحتج عن الحكم. إصابة نفس الشيء بالنسبة للحكم الوسط اللي كان قريب من العملية. نشاهد من جديد الإعادة. خالد بالرأس ثم مجموعة من العناصر من بينهم سالف الحارس أيضا بركان. هي داخلة تجاوزت الشرط ديال الأهداف والحكم كان اتجه إلى وسط الميدان مشير إلى إصابة. إذن الدقة تمر الآن 8 دقائق. هذا ولد مو اللي شاهدته. إذن 1-0 والمسجل هو سليف. من جديد تشاهدوا إعادة. دائما مجموعة من اللاعبين ديال فريق مويتو هران دايرين بالحكم. متبعناش واش كان شي انذار اخر على اما لان كنا متبعين العملية ديال الاعادة بالعرض البطيء. حكم وبلومي ما عرفتش في التسجيل واش عند حكم الشرط. حكم في حديث مع حكم الشرط الثاني اللي هو جبري. صديقي وبلومي والحكم الوسط ست بدر سيني وجبري
لا ندري ماذا يروج بين هذا الرباعي، لكن ربما الحديث يروج حول الكرة، واش جوزت الخط أم لا. إذن تجاوزت الخط، هذه النتيجة النهائية، لأن الجميع اتجه إلى وسط الميدان. صديقي يشير إلى الوقت اللي ضاع لحد الساعة تقريبا، الإصابة تسجلت في الدقة السادسة وهذه الدقة العاشرة، إذن أربعة ديال الدقائق تضيع. إذن الحكم تيتشبت بالقرار ديالو، واش رأيك الإصابة؟ ويستأنف اللاعب عندنا أربعة ديال الدقائق الآن ديال الوقت الضائع. عرفتش الحكم واش خدا هذا الوقت الضائع أم لا. نرفزة واضحة ديال الشريف الوزاني اللي قذف كرة بدون اتجاه. حسن، خالد يشارك في هذه الإصابة، صويب، الحارس أيد صالح. ولد مو تدخل رقم 2 فوسي، وخطأ كان واضح لأنه دفع من الخلف، لأن خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي. تشاهدوا على الشاشة وسالف يسجل الإصابة ديال فريق الرجاء. هدف حسن وان فقد التوازن فالمحاولة وصلت للمؤطرات، ولكن تسمح هجوم بلومي. بلومي حسن، فوزي في اتجاه صديقي، تنكش من الكرة الصويب، تمشي كرة عند مشري، حتى معلن خطأ لصالح مشري. سباح داف وايد صالح بكل سهوله. زراف مديح، زراف مديح، مديح مراوغة ممتازة، غيخرج بالفعل ولكن تيدخل والناس. كرة عند فريق الرجاء من جديد، هذا مصطفى، مراوغة ممتازة جدا في الجهة اليمنى ولكن تدخل أحد المدافعين تحول الكرة للشرط، شرط لفريق الرجاء البيضاوي، لغير نفوت الشرط هو زراف. محاولة ممتازة ولد مو، الحكام الشرط كان رفع العلم ديالو مشيرا الى شروط ديال ولد مو. شاهدوا وخالد مع مشري، ده في اتجاه مشري ولكن مشيت له الشرط، شرط لفريق الرجاء البيضاوي، لغين نفوت الشرط اذا هو خالد اللي كان بجنب مشري. حسن، صويب، زراف، اتجاه مديح ولكن تنكش منها تتمشي عند فوزي. اخيرا كرة عند بركان،
فوزي زراف مديح زراف وشرط لفريق الرجاء البيضاوي ولد مو ما تمكنش من الكره ولكن دائما عند فريق الرجاء ولد مو من جديد عند سالف سالف خلاها دازت عند خالد خالد قناف كره ارضيه ولكن بكل سهوله تدخل بركان كان يخرج كان يكون احسن لانه الحارس عم مر عليه المكان ديال في النهايه كان بالامكان ديالو يقذف عايد صالح زراف سليف حسن فوزي خالد أضعت له الكرة ما خرجتش الكرة الشرط عند مشري الحكم يشير الى خطا وكان تدخل عادي قانوني من طرف خالد اللي بغى يصلح الخطا ديالو كنت يضع الكرة في المكان الخطأ تقدر في الخطأ و اللاعب سويب خلى الكرة تمشي خارج الملعب إذا ضربة مرمى لفريق الرجاء انتصر دقات تمر من الجولة الثانية 1-0 هي النتيجة المرسومة لصالح فريق الرجاء الإصابة لسجل اللاعب سليف حسن مصطفى مصطفى وزراف من جديد عن مصطفى مديح تمشي عند لبح صباح كرة لفريق مويل طهران السباح سباح اتجاه مشري ولكن تدخل حسن خالد عملية ممتازة بين فوزي وخالد ولكن تمريرها في الأخير ضائعة وهذا تبين على أن العناصر حتى تحس بالتعب بسبب الأرضية الثقيلة ديال الملعب ولد مو ولكن ما تمكنش من الكرة دخل والناس كمل الكرة لحارس بركان بنحليمة الشريف الوزاني عند بنحليمة الشريف الوزاني فالخطوره اللي كانت تشكل بلومي في الجوله الاولى في هذه الجوله تقريبا ما بقاتش انعدمت تماما بلومي الان بلومي ومزيان تدخل الصويب الحكم يشير الى خطا هذا التي غير الحذاء ديالو كانت هذه قطفه ولكن مش كانت شي خطوره على ايد صالح صديقي صديقي دائما عنده كره في اتجاه سالف وكتمنى لها تمشي عند رقم 2 الفوسي هذا نتيجه التسرع احيانا وخطا
مصطفى صديقي من جديد مشتت كرة ضائعة. زراف وفقد التوازن ديالو سليف مشات له هذه الكرة تصبح هجوم مضاد عند الشريف الوزاني الآن عند لباح لباح بن حليمة بن يوسف يدخل الدفاع ديال فريق الرجاء ده رقم 4 والناس فوسي يدخل خالد بن يوسف فوسي دائما فوسي عند الكرة أو يحاول يدخل المعترك ولكن ضاعت منه ما كانش خطأ ولكن تمشي كرة الشرط شرط لفريق موي طهران. صبح ولا غينفذ الشرط خالد خالد من جديد الشرط شريف وزن وين نفذ الخط الشرط مديح من حليمة من حليمة أيضا ضائعة عند مديح كاين واحد الحيطة كبيرة من الجانبين مديح مصطفى أيضا تمريرة ضائعة هذا بن يوسف بن يوسف بغى يسلمها للبلومي ولكن الكرة يعني ما دام ان الارضية ثقيلة فتصعب على كل لاعب يتحكم في الكرة. بن حليمة الحارس بركان. بن حليمة فوسي خالد يمكن الكرة لكن فقد التوازن تصبح الكرة عند فريق موي طهران الشريف وزاني فوسي خالد مصطفى حسن زرف خطير هذه المحاولة خرجت الشرط الشرط لفريق الرجاء تنفذ بسرعة سويب اللي خلى المكان ديالو شتو اصبح تلعب في الامام ربما مديح هو اللي خذا المكان ديالو في هذه الجولة الثانية لصقت الارض هناك سليف وكذلك سويب اللي كان تلعب في قلب الدفاع بجانب حسن ففي هذه الجولة الثانية تنشاهدو تلعب في وسط الميدان سويب لسقط الأرض الآن ولد مو يعود إلى الملعب بعد ما غير الحذاء ديالو سويب دائما سقط ولكن يستأنف اللاعب تمشي عند مريان بلومي خالد سويب وضعت الحكم كان معلن على خطا لصالح فوزي
فد الخطأ. محاولة ممتازة ولكن تمشي محادية. طرف صديقي طريق ضربة مقص ضارب الكرة ولكن جت محادية لمرمى الحارس بركان. إعادة من جديد تلاحظوا دار بها اللاعب صديقي ولكن تتمشي محادية العمود الأيسر للحارس بركان لمرمى الحارس بركان. سويب كانت تلقى الإسعافات خارج الملعب. بنيوسف عند مزيان كرة عند خالد. خالد من جديد ما كانش خطأ يقول الحكام. مديح ماديح عند صديقي صديقي الفكرة كانت ممتازة ولكن ما وصلتش عند زراف اللي خدا كرة الآن دابا عند قدفة قوية ولكن من ماديح باليسرى صديقي هذا تشاهدوا الآن إذا هو اللي كان قدف ماشي ماديح. قطعية ثانية في فريق الرجاء لأنه اللاعب برطال في حركة تسخينية. صديقي سقط الأرض وكذلك اللاعب والناس. توفيق ولا غيدخل إعادة لهاد ضربة خطأ. هنا خطأ لصالح فريق الرجاء ولكن احد العناصر اللي هو اللاعب والناس كان تدخل عن عمد امام الحكم. اذا دخل منذ لحظات اللاعب برطال توفيق مكان صويب اللي كان تصاب بجرح في الرجل ديالو. جوج ديال التغييرات وقعوا الان في صفوف فريق الرجاء. سود 20 دقيقه تتمر من الجوله الثانيه 1-0 لصالح فريق الرجاء. المدرب ديال فريق الرجاء رابح سعدان السباح اللي تشكو من الم في الرجل ديالو اليمنى. هذا لاعب جديد اللي هو العربي. ديال العربي تدخل مكان اللاعب السباح اللي تصاب بتوعك. اللاعب العربي هذا أصغر لاعب صفوف فريق موي طهران. إذن يستأنف اللاعب فوزي زراف. زراف اتجاه سالف
بلومي كرة خطيرة جدا بلومي في الجهة اليسرى اتجاه لاعب مشري مشري ولكن مرر فقط كان هناك لاعب توفيق لبعد الكرة ومشت كرة ضائعة للشرط الشرط لفريق ميوت وهران إصابة غير كافية بالنسبة لفريق الرجاء خصو على الأقل إصابة ثانية شريف الوزاني هذا اللاعب لبح خراج والزاوية زاوية لفريق مولي وهران في الزاوية هو أعتقد أن هناك إنذار ثاني الإنذار الثاني للاعب العربي اللاعب العربي تلقى إنذار وهو إنذار ثاني في صفوف فريق مويت وهران ثم كان هناك انذار ثالث لست ادري لمن علي البنحلي ما كان خدا انذار ثم الان العربي ربما كان هناك انذار ثالث في هذه العمليه ديال الزاويه رجعوا للزاويه راه يقذف الزاويه هو بلومي بلومي ولا تقذف الزاوية إذن هداري من بنحليمة تدفات الزاوية عند بنحليمة ولكن حسن ولي كان تدخل ترجع عند بلومي وحسن من جديد وتصبح هجوم لفريق الرجاء عند ولد مو الآن ولد مو سليف كان طلاق ثم كذلك اللاعب توفيق في الجهة اليسرى خصو يخرج الكرة آي تبعت شيئا ما ولد مو لأنه توفيق انطلق في الجهة اليسرى في وضع ممتاز جدا يتنفذ الشرط من طرف اللاعب زراف زراف لمست يد لمست يد مديح ولا يقذف هذا الخطا تفات هذه ضربه خطا عند سليف تتمشي عند خالد خالد كره قصيره العربي العربي عند اللاعب مشري بن حليمه العربي بن حليمة خرجت الكرة إذن الشرط فوزي ولا غينفوت الشرط خالد صديقي تدخل له الناس مصطفى صديقي الكرة كانت قصيرة من صديقي ما وصلتش عند الزميل ديالو من حسن الحظ يدخل مصطفى مديح وخطأ حكم ما تيخليش الامتياز ضربة خطأ غير مباشرة وإنذار هذه المرة في صفوف فريق الرجاء للاعب الصديقي قبل ان توقف لانه
لباح سقط الأرض، المدافع الأيسر لفريق مول طهران. مباراة ما شفناش فيها شي حاجة كثيرة، مباراة عادية جدا، وهذا شيء عادي. أولا عوامل ديال الملعب، ثانيا فهي مباراة نهائية، فكل فريق واخد الاحتياطات ديالو تامة. النتيجة كما تشاهدوا هي 1-0 بعد مرور 36 دقيقة من الشوط الثاني. خليف كان في الحديث مع الناس، تعديل جوانب جنبات المركب الرياضي محمد الخامس اللي حشد اليوم حوالي 45,000 متفرج باش تتبع هذه المقابله النهائيه برسم بطوله افريقيا للانديه البطله. لن يستأنف اللاعب عربي، ما تمكنش من الكرة. فوزي ولمسة يد طرف العربي. صديقي فوزي، فوزي عند زراف. زراف غيسمن المديح وكي تدخل الدفاع تمشي في اتجاه ولد مو، ولكن تمكنش منها، ترجع عند زراف من جديد. زراف عند ساليف ولكن ما تمكنش من الكرة، تتصبح عند فريق مولد طهران. هذا رقم مشري، رقم 7، يسلم العربي. العربي داز على الخصم، داز على خالد، غادي في اتجاه المعترك وين تدخل حسن ومصطفى الحارس ايد صالح. اللاعب بلومي كيشكو من تألم داخل الملعب، ربما تصاب بتوعك، لكن الحكم ما وقفش المقابلة، خلى المقابلة غادية. ورقم 3 الشرط ده بطبيعة الحال باش يخلو فرصة للحكم باش يمشي يشوف ماذا وقع للاعب المصاب. هو بلومي دن تطلب من ممرض الفريق باش تدخل. لا توقفت في هذه الجولة الثانية أكثر من مرة، فما يمكنش نعرفوا شحال اللي احتسب الحكم. نقترب من نهاية المباراة، مباراة السير نحو النهاية ديالها، فقط 6 ديال الدقائق على نهاية الوقت القانوني. من جديد الكرة في الشرط، مديح كان شرود بالفعل، الحكم عين على شرود.
شريف وزاني تمريره ممتازه في اتجاه رقم 7 اللي هو مشري، وكانت خرجت الكره للشرط، خرجت الكره للشرط، الشرط لفريق الرجاء البيضاوي. حسن مديح، حسن خليد، توفيق، فوزي، حسن، زراف، فوزي، توفيق، فوزي، حذاري من الهجمات المضادة. يعني كل عناصر ديال فريق الرجاء كانت صبحت في الأمام العربي، كانت تنتظر باش العناصر ديال فريق مويت وهران تقدم وقدفها، ولكن بدون ما تشكل خطر على مرمى الحارس إيتسال. توفيق في اتجاه سالف، تمكن من الكره سالف، بغى ينزل الكره ممتازه ولد مو، ولكن تفقد التوازن وتتقص احد العناصر تمشي للزاويه. لا ما مشاتش للزاويه، لان الحكم عطى ضربه مرمى. كانت عمليه ممتازه جدا لولا ان سالف فقد التوازن ديالو في الوقت اللي كان بغى يمرر كره لولد مو اللي كان طالق في الجهه اليمنى. حليمة رجع كرة لعند بركان، فوزي، توفيق، العربي، من جديد الكرة عند العربي، ده رقم اثنين اللي هو فوسي، خطيرة جدا ولكن قذف خارج الشباك، في الخلف ديال الشباك. لاحظوا إعادة كيفاش تخلص من خالد، خالد اللي تفادى ضربة جزاء ومرر ولكن خارج الشباك. ماديح، زراف، محاولة خطيرة جدا الآن لفريق، ولكن بذكاء تدخلوا العناصر ديال فريق الرجاء وتاخذوا هذه الكرة. حسن ومصطفى، وكأنه هذه نتيجة جد إيجابية بالنسبة لفريق الرجاء، خاصة إلا عرفنا أنه تقريبا العناصر ديال فريق الرجاء دي جل العناصر ديالهم كانوا إما عندهم تمزق أو عندهم ألم. خطيرة من جديد هذه المحاولة، حسن خوال المكان ديالو ولكن حذاري من القدفة، وأيد صالح حذاري من المفاجأة في اللحظات الأخيرة، كان قذف هو شريف الوزاني. هاد عرفوا أن مديح فمباشرة بعد نهاية هاد البطولة فغتدير له عملية في الرجل ديالو اليمنى. أيد صالح أيضا تيشكو من ألام في الرجل ديالو، فهو وضع ضمادات على الرجل ديالو. بلومي عند الكرة من مزيان ولكن بدون خطورة على مرمى الحارس أيد صالح. العربي، خليد،
الكرة ثقيلة جدا فما لا يسمح بالتمريرات الطويلة. بلومي بلومي عند لبه الوراء عند بلومي اللي ما بقاش يلعب في الامام بقى واصبحت يلعب في الخلف. العربي هدا بنيوسف بنيوسف عند مشري وخالد الحارس ايد صالح ايد صالح داف اتجاه ساليف فوزي بدون اتجاه العربي فوسي عند شريف وزاني لباح عند بنحليمة بنحليمة دائما عنده كرة بنيوسف بنيوسف عند العربي بنيوسف فوسي وفهد أثناء يعلن الحكم على نهاية هذه المقابلة بالنتيجة المعروفة اللي هي إصابة 1-0 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. الإصابة اللي سجلها اللاعب سالف في بداية الجولة الثانية من هذه المقابلة. ما بقى الآن سيدة سادتي إلا أن أودعكم واللقاء بكم في مناسبة قادمة بحول الله. إذا كنت أجير ومصرح في الضمان الاجتماعي في شهر جوج